في احتمال تاني ان في زياده حقيقيه في عدد المرضى، في يمكن زياده حقيقيه في عدد المرضى المصابين بالفشل. في اسباب سبيكيوليتيف تخيل، يعني فيها نوع من الافتراضيه لسه علميا ما مثلا استخدام المبيدات الحشريه بقسوه وبكثره، استخدام مبيدات الحشريه للمنتجات الزراعيه طبعا، استخدام ايضا الاسمده بكثره، سوء تخزين الحبوب بينمي عليها نوع من الفطر برضه بيفرز سميات بتصيب الكلى، ففي في في كلام كده. الحقيقه ما اقدرش اؤكد او انفي، لكن اللي حاصل ان عندنا ضغط شديد قوي، لان احنا يعني انا بقولش حاجه، لان احنا الوحيدين في مصر او الجهه الوحيده اللي بتعمل عمليات نقل الكلى دي مجانا. طيب ايه اللي بيبقى الناس لما بتتبرع لقرايبها او ذويها يا دكتور غنيم، وانت شفت عشرات الحالات في عشرات السنين، بيبقى من باب التعاطف والمحبه زي الامهات ولا من باب الجدعنه؟ يعني بس هو قصه كده فيها يعني مجدعه فعلا، يعني يا الاستاذ ابو العز الحريري ربنا يشفيه، ربنا يشفيه اللي هو جالي يوم كده واخد اخوه قال لي ابويا ده الفلاح اخويا وده اللي بيوكلنا وعنده فشل كلوي وانا هديله، يعني شوف يعني داخل كده يعني خلاص اداله، بعد اربع ايام جه ماسك جنبه بقى ماشي كده انا هخرج النهارده، لا يا ابو العز لسه ما تنفعش، قال لا عندنا اجتماع مهم في اللجنه المركزيه للحزب الاشتراكي المصري. طيب يا اخويا يعني طب استهدأ يعني يعني فالحقيقه ده مجدع مثلا الراجل المحترم المعطاء، وحكايه انه تبرع لاخوه دي حكايه ما حدش يعرفها غير يعني دايره صغيره جدا. حضرتك دايما عندك قاعده او يسمع عن دكتور غنيم انه العيان اللي بيدخل المركز ما بيبقاش بس محتاج دواء او مشرط، بيبقى محتاج رعايه، محتاج تغذيه، محتاج مش عايزه ابالغ لما اقول محتاج قلب حنين يطبطب عليه. يعني المفهوم ده دكتور اتعلمته فين؟ يعني والله شفناه بره الناس كده، العيان بيخش محدش يقول له النبي روح هات لي لفه شاش ولا حقنه بنسلين ولا قرص بتاع ولا روح خلي اهلك يجيبوا لك اكل، يعني ما شفناش دي. فالحقيقه قدرنا، مش مطلوب من العيان يجي الا ايديه سايبه مش شايل حاجه بس. دكتور غنيم مش عارف اذا كان الكلام ده حتى ايديا ولا لا، يعني هو ضعيف امام المريض الفقير والمريض الطفل. خلي اي واحد بيعيا خصوصا لو الدكتور عيا بيبقى ضعيف قدام المريض، وده دي حاجه اضعف لحظه في عند الانسان، يعني لما يفقد حد او يكون هو العيان يعني يبقى ضعيف لحظه ضعف. فيعني بقى ما ننكدش عليه كمان بقى بالراحه شويه. نروق عليه كده يعني.